طيب حكينا انه احنا في عنا يعني بعض الليميتيشنز في الريكورنت نيورال نتورك. اول واحدة الانكودينج بوتل نيك، الثانية واحدة اللي هي بطيئة جدا في التعلم، جدا جدا ما فيش باراليزيشن، تمام. والمشكلة الثالثة اللي هي لونج ميموري. لونج ميموري المقصود بها انه الذاكرة انه طويلة جدا، يعني زي ما بتشوفوا في التعامل في الشات جي بي تي انه عنده القدرة على التعامل مع لونج فيري لونج سيكونسز، مش انه زي ما حكينا انه في جملة ما انه جملة قصيرة، يعني انه ديبندنسي بين اول كلمة واخر كلمة، لا مقصود فيها longer sequences انه بتعامل مع paragraphs، عدة paragraphs، انه يكون في عنده القدرة انه يتذكر ايش في كان في الباراجراف السابقة، انه حكى كذا واطلب منه انه هو يعدله، فبالتالي بده يكون عنده هذه المقدرة. فنيجي الآن لأول، يعني نيجي الآن نفكر ايش ممكن يكون الحلول لهذه الليميتيشنز. حكيت احنا عندنا النظام زي ما انتم شايفين، هذه النوتس بهذا الشكل وهي الريكورنسي، تمام. هذه بتمثل فيتشر فيكتورز، هي بتمثل تكستوال او تكست فيتشرز فعليا. يعني كيف شكلها الفيتشرز هذه مش عارف، بعرفش. زي ما حكينا في السي ان ان، انا بطبق مثلا على سبيل المثال فلتر بدايمنشن معين، مثلا عددها 10 فلتر او 20 فلتر. ايش هم ال 20 فلتر؟ image feed، يعني image features، مش عارفين ايش هم، تمام. ولكن المهم في الموضوع انه هذه الفيتشرز مهمه او مفيده جدا في البريدكت للاوت، تمام. فاول حل ايش بدنا نسوي؟ ايش رايكم انه احنا نلغي هذا الكونكشن هذه كلها وننصف موضوع الريكرنسي بشكل كامل؟ فبالتالي انه بده يكون في، انا عندي هنا يعني مجموعة من النيورونز موصلة أو بدون، يعني عفوا بدون توصيل بهذا الشكل، تمام. وإنه هاي الانبوت كله زي هيك وهي الاوتبوت، فبالتالي إنه أي نعم بده يكون في عندي continuous stream وباراليزيشن، تمام. الباراليزيشن معنى ذلك إنه هل هذه بتعتمد على اللي قبلها؟ لا، بس هذه بتعتمد على هاي، تمام. أما وين الاعتمادية؟ أنا عندي قبل الاعتمادية هنا، عندي هنا انه هاي بقدرش احسبها مباشرة دغري، لازم هاي تنحسب بالاول، تمام. اخذ الانبوت هذا والانبوت هذا عشان اقدر احسب الاوتبوت هذا. فموضوع الباراليزيشن طالما في ديبندنسي بقدرش اعمل باراليزيشن، تمام. فبالتالي في تأخير، وهذا نفس الاشي ايش حيستنى؟ حيستنى انه هذا ينحسب وهذا ينحسب عشان احسب هذا، فبالتالي في تأخير. فبالتالي انه هنا في باراليزيشن، حلينا الإشكالية، تمام. فنيجي نتطلع للحل هذا، لغينا الريكرنسي، تمام. الحل هذا مش سكيلبل، بحفظش معلومات الاوردر، فيش يعني هذا النوع من النتورك او هذا النوع من التوصيلات ما بيحفظ اللونج ميموري. لكن ممكن انه احنا نفكر بحل انه انه بدل ما انه انا اركز على كل المعلومات، انه السيكونس هذا كله احفظه كله بالكامل، ليش ما اركز على شغلات معينة بس؟ انه كيف على الانبوت اكتر من ايش؟ كلمات معينة في الانبوت بدل السيكونس. بالضبط بالضبط، بدل انه يعني كل السيكونس كله بالكامل في الجنريشن الاوتبوت. فبالتالي انه هذه الشغلات انه بدي اعمل اتنشن او اتند لا امبورتنت يعني انبوت انا عندي، تمام. فبالتالي هنا بيجي انا عندي الاتنشن از اول يو نيد، وهذه واحده من البيبرز اللي يفترض انه تعملوا لها برزنتيشن. هي البيبر هذه في 2017، والفكره الاساسيه تبعتها انه يعني وزي كأنه بتحول البروبلم انه هي از سيرش بروبلم. فبالتالي المطلوب انه هي تحديد ايش اهم الاجزاء انا عندي في انبوت معين، بغض النظر عن الانبوت هذا هل هو صورة او هو نص. فبالتالي في حال انه هو كان نص، انا عندي جملة طويلة مكونة من مجموعة من الكلمات،
تمام. فبالتالي انه لما بدي اجي اعمل جنريشن لاوتبوت معين، مثلا بدي اخذ انه الاوتبوت هذا على سبيل المثال على ايش بيعتمد اكثر شيء؟ بيعتمد على هذا وبيعتمد على هذا اكثر شيء. فبالتالي انه بزود الويت تبعهم او بعمل اتند او بعمل بزود الاتنشن ويت لهدول الكلمتين بهذا الشكل. فبالتالي انه هذا الكلام يعني موجود في الترجمة، انه مثلا على سبيل المثال انه هذه الكلمة عشان انه انا اترجمها بلغة ثانية بالفرنسية مثلا، انه لازم اكون عارف ايش انه الجندر تبع هذه الكلمة عشان احدد مذكر ولا مؤنث، وخصوصا انه التذكير والتأنيث موجود في لغات يعني زي الفرنسية مش موجود في الإنجليزية بهذا الشكل. وهنا في الصور انه انا بصير انه از سيرش بروبلم، انه بعمل سكان للصوره عشان احدد ايش هي المناطق، انه هذه المنطقه مهمه، هذه مهمه، هذه مش مهمه، هذه مش مهمه، هذه مش مهمه بهذا الشكل، وبعمل سكان للصوره بهذا الشكل. فبتصير انه از سيرش بروبلم. ما دام انه سيرش بروبلم خلاص بعد استخدم سيرش استراتيجي، وبتحدد لي السيرش استراتيجي ايش هي البارتس اللي المفروض اني اعملها اتند، حددتها بروح بستخدمها عشان يعني اعمل اكستراكت لهاي اتنشن، انه الفيتشر هذه هي بزود الويت تبعتها عشان اعمل جنريشن للاوتبوت، بزود الهاي اتنشن. طبعا هنا انه زي البحث بالضبط. كيف يعني زي البحث بالضبط؟ يعني زي ما في اليوتيوب لو انا دخلت كلمة هنا اللي هي ديب ليرنينج، تمام، في السيرش، فبالتالي حتطلع انا عندي هنا يعني نتائج كتير كتير كتيرة، ممكن تكون انه ريليفنت ومش ريليفنت. ما دام انه ديب يمكن انه هو فهم في اعماق المحيطات، يعني بعرفش اذا هذه ظاهرة عندكم على البروجيكتور، انه هذه سلحفاة، فيديو فيه سلحفاة، فبالتالي انه في اعماق المحيطات، فبالتالي انه لا هذه انا بالنسبه لي مش ريليفنت. هذه ريليفنت، انه هذه عباره عن بلاي ليست للديب ليرنينج كورس في جامعه الام اي تي، فبالتالي انه هذه ريليفنت. فبالتالي انه ايش الكي تبعها؟ باخده بالنسبه للكويري تبعي اللي هو ديب ليرنينج، وبروح بستخدمه عشان يعني اعمل كومبيوت للاتنشن ماسك بالنسبة للكويري هذا، واستخدمه في استخراج بطلع الفاليو تبعته عشان اعمل اكستراكت للفاليوز بيست على الاتنشن هذا، تمام. فبالتالي كيف بدي اسوي هذه الشغلة؟ عشان اسوي هذه الشغلة مطلوب انا عندي مجموعة من الخطوات. اول خطوة انه نعمل انكود للبوزيشن انفورميشن. فبالتالي انا عندي هنا مجموعه من الكلمات، تمام، سيكونس معين. كيف بدي اعمل انكود للبوزيشن؟ بدي اعمل حاجه اسمها بوزيشن انفورميشن، تمام. فالبوزيشن انفورميشن انه هدول الفيكتورز، تمام، بدي احفظ انه هذا البوزيشن تبعها بي 0 بي 1 بي 2 بي 3 وهكذا، تمام، بالضبط. فبالتالي هنا بعمل بوزيشن اوير انكودينج. الانكودينج سابقا ممكن انا اعمل انكودينج بس بدون بوزيشن انفورميشن، بس هدول صرت اتعامل معهم كجزئيتين، الانكودينج مع البوزيشن تبعه. يبقى هذا الانكودينج وين موجود؟ في بوزيشن 0. هذا وين موجود؟ في بوزيشن 5. هاي خلصنا اول خطوه. الخطوه الثانيه ايش بدي اعمل؟ اكستراكت الكويري والكي والفاليو عشان اطبقهم في السيرش. وهذا الكلام بدي استخدم البوزيشنال امبيدنج، هذه المعلومات السابقه اللي موجوده انا عندي، هذا الامبيدنج هيو بدي اعمل له كونكاتينيشن مع بعض، تمام، واضربه هنا في لينير لاير، انه اللاير هذا بده يكون فيه ويت يفترض انه بده يتعلمه عشان يطلع لي ماتريكس الاوتبوت لايش؟ للكويري. وحيكون في عندي لينير ويت ثانيه او لينير لاير ثاني للكي، ولاير ثالث للفاليو. فبالتالي حيكون انا عندي هدول كل واحدة منهم يفترض انه هو موجود عنده ويطلع الاوتبوت للكويري والكي والفاليو. بعد هيك بدي اعمل كومبيوت، الخطوة الثالثة كومبيوت للاتنشن ويت. وهذا الكلام انه انا بستخدم انه قديش مقدار انه الكي هذا سيميلر للكويري، فممكن انا استخدم الدوت برودكت واقسم على السكيلينج
تبعي، فبطلع انه قديش انه سيميلر. اكثر واحد سيميلر ساعتها بدي استخدم او استخرج الفاليو تبعته، تمام؟ فبالتالي الفاليو تبعته انه بدها تكون مثلا على سبيل المثال انه هي تو سيد ذا تنس بول تو ذا تو سيرف. فبالتالي انه على سبيل المثال تو سيد هاي في إلها تنشن اعلى إشي مع ايش؟ مع تو سيد نفسها ومع البول. يعني هو عمل توس، يعني توسينج لايش؟ للبول نفسها، تمام؟ والسيرف هنا تنس، عفوا سيرف وتنس بهذا الشكل. البول الاتنشن تبعها مع مين؟ التوسيد والتنس والبول نفسها، تمام؟ فبالتالي انه هذه الشغلات يعني مهمه جدا انه انا احدد الاتنشن ويت كل كلمه انه ايش لها علاقه. لنفترض انه هذه عباره عن ايمج بدي اعملها جنريشن، وهذا الكلام يعني انتم ممكن تشوفوا امثله في الماشين ترانسليشن، انه هنا بيكون انا عندي جمله بالانجليزي وهنا بتكون الجمله بالفرنسي، ففعليا انه كل كلمه بتكون إلها اتنشن عالي مع الترجمة تبعتها، وبرضو اتنشن عالي مع ترجمة تانية إلها علاقة بالموضوع، بتحدد الجندر أو بتحدد تصريف الفعل إنه هل هو في الفعل المضارع أو الماضي أو عشان هيك أنا عندي هنا هي توسيد هاي، وفي اتنشن هنا وفي اتنشن هنا، الباقي إنه الاتنشن كله يعني متساوي، تمام؟ حددنا الاتنشن يعني ايش هي المناطق اللي فيها هاي اتنشن بناء على الاتنشن ويت. ساعتها بروح يعني بطلع الاتنشن ويت، صحيح هو يعني مع الكو اكورنسز في الكوربوس انا عندي، هو بتعلم انه دائما انه الكلمه هذه، تمام، عادة بيكون لها تأثير كتير كبير في الترجمة إنه على كذا وكذا، فبالتالي إنه بربط اتنشن عالي بالنسبة لإلها. أو مثلا على سبيل المثال إنه لما يكون في الصورة أوبجكت معين، الأوبجكت هذا دائما بنحكى في الديسكريبشن، فبالتالي إنه بيكون في له اتنشن عالي كتير، أو أكتيفيتي يعني بحطه في الأكتيفيتي، تمام؟ كيف؟ إذا كان الموديل هذا فيه attention أوكي، إذا ما كانش فيه attention ممكن أنت تحطي طبقة ترانسفورمر فيها attention، ممكن ما هي تساعد في الموضوع، تمام؟ بعدين بدنا نضرب في الفاليو عشان يطلع لي الاوتبوت ونشوف مثال. طبعا هذا الكلام كله إنه كله مع بعض، طبعا هنا السلف attention، لا إله يا
لا إله إلا الله. فخلينا نحط هذا الكلام كله مع بعض. هنا بحكي self attention، يعني بالمناسبة إنه هذا الحكي على self attention، لأنه هناك في عديد أنواع من ال attention، وهذا الكلام يعني موضع أبحاث. حتلاقوا إنه في بيبرز عديدة بس بتركز على موضوع ال attention، وبتحاول إنه هي تجرب أنواع مختلفة من ال attention عشان تحدد إيش هي أفضل المناطق اللي بده يركز عليها أو أكثر أهمية في ال sequences، مش كل ال sequence. فبالتالي فكرة ال attention، بدل ما أنا أركز على كل السيكونس، أنا بدي أركز على مناطق محددة. فهي السيلف اتنشن زي ما شرحناه. فبالتالي إنه هي البوزيشنال امبيدنج بطبقه هو نفسه على الكويري والكي، تمام؟ طبعا باستخدام المعادلات، أنا عندي هنا مالتيبليكيشن سكيلينج وسوفت ماكس، هي حسب المعادلات. هذه سوفت ماكس إنه الكيو والكي على السكيلينج، بطبق هذا الكلام كله بيطلع انا عندي نتيجة معينة اللي هي قديش مقدار السيميلاريتي بين الكي والكويري، تمام؟ وبروح بمرر هذا الكلام، الناتج تبع هاي مع الفاليو هي اللي بتستخرج لي يعني الاوتبوت اللي انا بدي اياه. هذا الكلام لو احنا كانت على سبيل المثال عندنا يعني هنا امثلة انه هي عبارة عن حاصل ضرب زي ما انتم شايفين، attention weight مع الفاليو نفسها، الفاليو اللي هي الصورة نفسها، والاتنشن ويت معنى ذلك ان انا قلت له ركز لي بس على هذه المناطق، المناطق الثانية ما تركزش عليها، تمام؟ لانه هنا انا عندي في المناطق الثانية زي ما انتم شايفين في الصورة، هنا انا في عندي هنا مباني او يعني، وهذا يعني طريق، انا عندي هنا ستريت. فبالتالي انا عندي بدي اركز في الجنريشن للكابشن على هذا الاوبجكت، هاي هذا هو بس، تمام؟ فبالتالي انه بروح بحكي انه هذا روبوت او جرين دايزر، او بغض النظر انه ايش الاوتبوت اللي موجود هنا. ممكن انا اعمل انه مالتي هيد اتنشن، بمعنى انه بعمل بحث على اكثر من اوبجكت ممكن انا اركز عليه في الصورة. ممكن انه يكون الهيد الاتنشن هيد الثاني اللي هي العمارة هذه اللي انا حكيت لكم عنها هي في الصورة الأساسية بهذا الشكل، تمام؟ وعلى هذا الاساس ممكن انه هو يطلع معايا انه اكثر من ناتج، وهي المالتي هيد اتنشن ثلاثه انه بكون الناتج انه انا بدي اركز على اوبجكت هنا انه هي عباره عن اوبجكت ثاني قاعد بلحق في الروبوت هذا، فبالتالي انه ممكن انا استخدمه في الجنريشن. طبعا هذا السيلف اتنشن استخدم على نطاق واسع في الكمبيوتر فيجن، اللي هو فيجن ترانسفورمر، تمام؟ او الفي اي تي الفيت. طبعا الفيت راح تلاقوا انه انتم عندكم من ضمن الاوراق، انا ضفت لكم اياها هنا، هذه الورقه مهمه جدا اللي هي اسمها ايمج ترانسفورمر، تمام؟ هذه الورقه سنه 2021، تحكي انه الفكره الاساسيه التركية الاساسيه هي موجوده عندكم هنا في الصوره، انه الصوره هذه راح قسمها لفريمز وراح حطها على شكل سيكونس، فبالتالي انه الصوره حولها لسيكونس انه اخذ الفريمز هذول وقال انه الترتيب تبعهم انه هذه موجوده، تمام؟ فوق هنا، هذه موجودة هنا، هذه موجودة هنا، فهي السيكونس الأول، هي السيكونس الثاني، هي السيكونس الثالث. ما دام إنه الإنبوت هذا طبقه على شكل سيكونس، معنى ذلك إنه
طبق عليه كل ما يتعلق بموضوع الاتنشن اللي احنا كنا نحكي عليه سابقا، انه انا بدي احدد ايش هي المناطق المهمة وايش المناطق اللي مش مهمة. فبالتالي انه هذه التركاية انه من عنوان الورقة هنا بحكي على انه an image is worth 16 في 16 word، معنى ذلك انه يعني بده يعمل انه يستخدم الترانسفورمرز في الايمج ريكوجنيشن على نطاق واسع بهذا الشكل. فهذه هي فكرة الايمج ترانسفورمر، انه هو استخدم الترانسفورمر انكودر، والفكرة هنا انه هي البلوك تبع الانكودر اللي هو هي مشروح هنا تمام، والفكرة انه هو دخل الصورة انا عندي هنا ك سيكونس بهذا الشكل تمام، فعشان انه يحدد او يتعلم الاتنشنز ويطلع الكلاسز انا عندي الموجودة في الفيجن ترانسفورمر. فهذا كلام مطبق على يعني بشكل ناجح على الكمبيوتر فيجن، على البيولوجيكال سيكونس زي ما شفنا اكتشاف الأحماض الأمينية. يعني هذا الترانسفورمر اسمه الـ VIT تمام، زي ما شفنا انه في هذه فيجن ترانسفورمر VIT. وهنا عندي في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، في انا عندي مطبق على نطاق واسع، واشهر المودلز اللي موجوده هناك هي البيرت والجي بي تي 3. طبعا بيتفرع من هذه العائله، عائله البيرت والجي بي تي، يعني انواع عديده. ف تقريبا يعني هذا كل ما يتعلق بالسيكونس موديلينج. هذا هو الملخص، حكينا على السيكونس موديلينج، حكينا على الريكرنس ريليشن، كيف ممكن نستخدم الباك بروبوجيشن ثرو تايم في التريننج تمام، شفنا ايش التطبيقات عديده في الكلاسيفيكيشن، في الماشين ترانسليشن، في الايمج كابشننج تمام، وشفنا كيف انه ممكن انه احنا يعني نستخدم السيلف اتنشن واللي هي عباره عن سيكونسز without ريكرنس، بدل ما انا احفظ كل المعلومات كلها للسيكونس بدي اركز على اجزاء محدده. فعشان هيك انه تغيرت الكونكشنز يعني بهذا الشكل، يعني صارت انه الكونكشنز على حسب يعني الويتس تبعت الكونكشن على حسب الاتنشن انه كل مره بتعلم. وهذا كلام انه هو بتعلمه من يعني انه انماط معينه، انه في كلمات معينه انه هي دائما بتكون اكثر، او في المعظم في الغالب بتكون اكثر اهميه من كلمات ثانيه تمام. فهي كل ما يتعلق ب سيكونس